رياضة. والسؤال هو في أي رياضة فردية تأهلت البطلة المصرية ماجي عشماوي لأولمبياد طوكيو 2021؟ سلاح الشيش. سلاح الشيش إجابة خاطئة. كنت بتحاول تخطف البازر، كنت عايز تقول إيه؟ دوس على البازر. الشطرنج. الأولمبياد فيها الشطرنج؟ بتقول شطرنج ليه؟ مدام أنت عارف إنه لأ، يعني ممكن تقول أي لعبة تانية على الأقل تبقى في الأولمبياد، يعني في أمل. إجابة إيه؟ خاطئة. لا، إجابة مضحكة. لا مش خاطئة، خاطئة إزاي؟ رياضة إيه بقى؟ في رياضة الرماية. كلنا نحيي البطلة المصرية ماجي العشماوي. تكنولوجيا مريم ومارينا، مارينا ومريم.